مرحبا لجميع الأصدقاء المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي دائما عبر شاشة تلفزيون لبنان ومن خلال برنامج مرايا الشمال. تحية لكم بكل المناطق اللبنانية وتحية من القلب لكل المغتربين، ودائما بنقول لهم لبنان مشتاق لكم، خصوصا هلأ بفصل الأعياد، الأعياد المجيدة، إن كان عيد المولد النبوي الشريف أو عيد الميلاد المجيد. الزينة والبهجة عم بتعم كل المدن وكل القرى والبلدات، وإن شاء الله دائما السلام والأمان بيعموا كل المناطق اللبنانية. طبعا تعرضنا لحادث أليم تعرض له الجيش اللبناني بمنطقة قاع عصفرين بالضنية، وأدى إلى استشهاد جندي بالجيش اللبناني من بلدة مشتى حسن عامل محمد. طبعا دائما كان الالتفاف حول المؤسسة العسكرية من مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية، وأهالي الضنية طبعا استنكروا هالحادث الأليم، ودائما إلى جانب الجيش اللبناني، الجيش اللبناني البطل اللي عم بيقدم كل التضحيات من أجل الزود على الوطن. ومشتى حسن طبعا كانت الفاجعة أليمة على الأهالي اللي أكدوا إصرارهم على التمسك بالمؤسسة العسكرية ومواجهة الإرهاب. أصدقائي مرايا الشمال برنامج حواري ثقافي فني اجتماعي، ودائما بيطلعنا شو عم بيحصل بشمال لبنان من نشاطات مختلفة. اليوم حلقة غنية نحن وياكم، وكاميرا الزميل أمير سليمان بيعرفنا اليوم شو عندنا بحلقتنا من برنامج مرايا الشمال. استاذ صدام منصور، يعني حضرتك كنت مثل العدل بحلبة، ولكن اليوم عم نلاحظ يعني هيك في فكره حلوه، حبيت تفرحي الاطفال بمناسبه عيد الاربعاء، خبريني كيف الفكره اجت على بالك؟ صراحه بهيدا الشهر الحلو اللي هو مليء بالاعياد، ما في عيد بيحلى الا بوجود الاولاد، مشان هيك حبينا نعيد معهم، وصراحه هن اللي بيصنعوا العيد. خبري شو محضرتي لهم؟ عم لاحظ عندك اشياء، يعني هي تقاليد العيد مش هيك المأكولات؟ صراحه بعيد البربارة نحن منضيف عوامات، مشبك، معكرون، طايف قشطه، طايف جوز، فحبيت نتشارك بشيء كتير بسيط بس حلو بالعيد. عرفت من حكيات هاتا ومن خف الدمات هاتا، عرفت من حكيات هاتا ومن خف الدمات هاتا، هيدي هي بذاتا. انتو بخير والله يديمك يا ست سوزان. هني احلى شيء زي بلبسون الاولاد، يعني لازم يلبسوا اشياء معبره ولطيفه منه، مثل الاشياء اللي عم تطلع هلا، اشياء اللي بتخوف، اشياء براءة لكل الوجوه الاولاد، واحلى اولاد اولادنا. عيد البربارة هو عيد كتير حلو، وهيك وهيك يعني فرحة الأطفال بيروحوا وبيبربروا وهيك، وينعاد عليكم هالعيد، وهذه فرحة الأطفال وفرحتي فيهم. أجواء عيد البربارة أجواء محبة، أجواء وحدة وطنية، وأجواء تسامح، وفي عادات وتقاليد بعد موجودة بعكار، خصوصا بالقرى والبلدات. مثل ما شفتوا اليوم أطفال من عدة مؤسسات تربوية واجتماعية قصدوا مكتبة، وكانت أجواء مفعمة بالحب، وأيضا بالإضافة للضيافة اللي هي بتمثل المأكولات التراثية. يعطيكم ألف عافية. عقد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس لقاء شارك فيه رئيس الغرفة توفيق دبوسي ومدير مرفأ طرابلس أحمد تامر ورئيس مجلس إدارة شركة جالف فاينر في لبنان أنطوان عماطوري ونائب المدير التجاري للشركة علي فتحي، وفعاليات سياسية واقتصادية وأصحاب شركات التصدير وأصحاب الوكالات البحرية، بالإضافة إلى أعضاء من مجلس إدارة الغرفة. وتم البحث في اللقاء حول مميزات مرفأ طرابلس والجهوزية والخدمات اللوجستية المتطورة لتفعيل الحيويات، وأكد اللقاء على أهمية الحيويات في عمل نقلة نوعية للاقتصاد في شمال لبنان، بالإضافة إلى توفير فرص العمل. طرابلس أصبحت حاجة لكل لبنان وحاجة للمنطقة
المنطقة العربية المجاورة، حاجة للعراق، حاجة لسوريا، اللبنانيين والمحيط العربي بحاجة لمدينة طرابلس. علينا نحن نآمن وعلينا نحضر لشراكات يكون فيها توازن ويكون عندنا بعد نظر ويكون عندنا استيعاب لبعضنا البعض وما نفكر ابدا بالربح السريع. اول شيء التعرفه ارخص بكثير من التعرفه عم يدفعوها ببيروت. اثنين الخدمات اللي عم نقدمهم بطرابلس اقل بكثير من الخدمات اللي بتتقدم ببيروت. ثلاثه طريقه النقل اللي عم نجيب لهم اياها اسرع طريقه بتقدر توصل على طرابلس. ما يشجع انه اولا تنزل كلفته لتاجر طرابلس، لان بس تنزل كلفته لتاجر طرابلس بصير منصه للتصدير لسوريا اذا اسعاره واطي. بعد احتفالات عيد الاستقلال مستمره بكل المناطق الشماليه ولا سيما عكار، اليوم احتفال متميز ببلديه الشيخ محمد هالبلديه اللي عم تسعى لابراز وجه البلده بصوره انمائيه حضاريه وثقافيه واجتماعيه، واليوم برعايه العماد قائد الجيش العماد جون قهوجي احتفال عيد الاستقلال بالتعاون مع مؤسسات التربويه. رئيس بلديه الشيخ محمد استاذ طلال خوري، لك العام وانت بخير. انت بخير ان شاء الله، بينعاد عليكم وبينعاد على لبنان بكل خير. خبرنا شو عم بيصير هالمشهد الحلو. الحقيقة اليوم نحن عم نعمل احتفال 73 بمناسبة عيد الاستقلال بالمشاركة مع مدارس البلدي هون الخاصة والرسمية ومشاركة أهالي البلدي كمان، وبرعاية قائد الجيش ممثل بعميد الركن بسام شبارو. أيها الحضور الكريم، جميل هو اللقاء أين ومتى كان، لكن الأجمل أن يكون بين أهل أحبوا الوطن حتى العبادة واتخذوا من الارتباط بالمؤسسة العسكرية نهج حياة وعادة. كيف لا ونحن في بلدة الشيخ محمد الأبية حاضرة عكار الوفاء التي لم تغب عنها شمس الجيش في يوم من الأيام. الجيش بعيد استقلال، منهني بلديتنا اللي أول مرة بيحتفل بهيك احتفال حلو كتير، عرض عسكري للجيش، ومنقول لهم كل عيد وأنتم بألف خير. أنا بتمنى لهم التوفيق والصحة والسلام بلبنان. قد ما نعمل للجيش قليل كتير، ما هو سياج والسياج هي حماية للكل. سفير فرنسا في لبنان إيمانويل بون اليوم كان عنده جولة بعكار وتحديدا بدعوة كريمة من سعادة النائب السابق أستاذ كريم راسي، جال على ليسيه الدكتور عبد الله راسي، طبعا اطلع على الطلاب ويمكن اكتشف ثقافتهم خصوصا اهتمامهم باللغة الفرنسية، بالإضافة كمان كان عندك لقاء وطني جامع اليوم بإدارتك، يعطيك العافية. يعني أنا ما بدي أقول لقاء وطني، أنا بدي أقول هذا أهل البيت والموجودين هن بيمثلوا كل لبنان وكل عكار وكل الناس الطيبين بهالمنطقة. زيارة السفير إلى هدفين، أول هدف بالفعل هو تربوي لأنه بيهمهم يدعموا الثقافة الفرنسية خاصة بالمناطق البعيدة عن العاصمة، ونحن بتعرف يعني عندنا مؤسسة تربوية فرنسية وهذا موضوع يعني بيعنينا وبيعني السفارة الفرنسية. الموضوع الثاني المهم أنه كسروا حاجز الخوف اللي هن الفرنسية ما بيجوا على مناطق الشمال وخاصة على طرابلس وعلى عكار. هيدا الموضوع زيارة السفير كانت رسالة انه هيدي منطقة آمنة، هيدي منطقة نحنا منحبها، هيدي منطقة نحنا ما منتخلى عنها. سعادة السفير، اليوم زيارتك حلوة على عكار، خبرنا عن طبيعة الزيارة اليوم. هذا كان زيارتي الأولى للمنطقة، والزيارة كان على موضوع ثقافة وتربية، لأنه بمنطقة العكار عندنا كثير أصدقاء وبشكل خاص عندنا هون أصدقاء من بيت الرسي، وكان بدنا ندعم الليسي الرسي. ليه؟ لأنه الليسي الرسي هو يعطي تربية جيدة جدا لكل الأطفال المنطقة، ونحن بدنا نشتغل
مع كل الناس هون بالمنطقة مشان يصير التربية على أعلى المستوى. اليوم دعا السفير الفرنساوي ليطلع يعمل زيارة للليسي عبد الله الراسي ويكون له لقاء كمان ببيتنا نستقبله على الغداء ليلتقي بمجموعة كبيرة من عكار. الزيارة فيها تعتبر تربوية بطريقة أنه طالع على الليسي هي بعثة فرنساوية وكمان اجتماعية وسياسية لعكار. انبسط كتير السفير بأنه يشوف بعد فيه لغة فرنسوية بعكار وانبسط يتحدث معهم للطلاب وسألوه شوي أكتر عن كيف بدأ تصير بعدين العلاقة مع بيروت ومع المركز الثقافي. وعدهم أكيد أنه رح المركز الثقافي يفتح أكتر بعكار وعبر الليسي وعبر مؤسسات أخرى، فهو هذا الشيء شجعه أنه يرجع يحط الدولة الفرنسوية بنطاق عكار ويركز أكتر على التربية بعكار لأنه انبسط بهالطلاب اللي متحمسين للغة الفرنسية وبعدهم متحمسين للثقافة الفرنسية. برعاية قائد الجيش العماجون قهوجي، أقام الاتحاد اللبناني للمواي تاي تاي بوكسينج وجمعية بيست أوف ذا بيست الرياضية بإشراف الجراند ماستر فريد الراف بطولة عكار الدولية كأس الاستقلال في المدرسة الوطنية الأرثوذكسية في الشيخ طبع عكار، وحضر حشد كبير من فعاليات سياسية وعسكرية ورياضيين. طبعا هيدا جهد كبير مثل العادة، فادي طراف ماستر وبطل، يعني اليوم لحتى يقدر بهالإمكانيات والأوضاع يستضيف فريق دول كبير من أبرس عدة جنسيات وأبطال من كل لبنان، هيدا دليل محبته للشمال ولعكار تحديدا. وأنا عم بشوف اليوم ممثل أيدي الجيش، رؤساء اتحادات بلديات، شخصيات، جمهور كبير، يعني مهرجان. الله يقويه، الله يعينه، بس هيدا عملاق من عملية قطاع عكار بهالظروف وبهالإشياء عم يقدر يعطي شيء. وعطول من ولا شيء عنا بعكار عم تعملوا شيء كتير كبير، الله يقويكم يا رب. والله عكار بتفتقد لبطولات مثل هالبطولات، ونحن كتير بنفتخر باستاذ فادي وبالفريق اللي عنده، وانا ابني عنده بالنادي وبظرف فترة كتير قليلة عطى كتير تقدم ملحوظ. بامتياز، واحلى شغلي فيه انه التآلف العكاري من كل الفئات من كل الطوائف
من كل الاعمار، عم نلاقي اعمار كبيره اعمار صغيره عم تشجع هاللعبه. اللعبه كانت قويه، تعب تعب جسدي الحمد لله. يعني عم بتعب بشغلي وعم بيجي لأتمرن، ما في وقت عندي محدد للتمرين، الحمد لله قدمت كل شيء عندي. يعني سوشيال واي مدام فخوري عودتني دائما على المبادرات حقيقة الحضرية والاجتماعية والإنمائية والتنمية البشرية والاجتماعية. اليوم يعني عم نشوف مؤتمر على السلام المروري اللي هو متميز وبحاجة له اليوم بكل المناطق اللبنانية ولا سيما شمال لبنان، بالشراكة طبعا مع مؤسسات وبرعاية محافظة الشمال الأستاذ رمزي القاضي رمزي الهراب. يعطيك العافية. الله يعافيكم ومرسي لكم على طول بتواكبونا وبتضووا على الاعمال اللي بنعملها. الحقيقه مثل ما تفضلت استاذ منذر، هيدا المؤتمر يمكن الاول من نوعه على صعيد طرابلس والشمال، عم نحكي فيه عن موضوع السلامه المروريه اللي بعتقد كل الناس اليوم بتحس حالها ضايعه بهالموضوع هيدا، اوقات ما بنعرف القوانين، اوقات ما عندنا اشارات سير، اوقات ما عندنا اشارات مرور، اوقات ما عندنا تخطيط خاصه بالليالي ما عندنا اضاءه، فبتصور كل انسان كل مواطن عم بيعاني من هالمشكله هيدي. طبعا نحن بنقول عم نقوم بمبادره، بس هالمبادره نحن اقصى حدنا انه نقوم بمبادره ونصر عليها ونروح فيها للاخر ضمن قدراتنا، ويمكن اوقات نغطي ماديا ولكن بالاخير في سلطه محليه معنيه وهي البلديه. لهيك نحن وقت اللي قمنا هالمشروع هيدا قلنا لابد من انه اشراك البلديه. وبدي اقول اليوم هالحضور يلي شفته من كل مناطق الشمال واكثريه رؤساء البلديات كانت مشاركه، هيدا اكبر دليل على انه كل رؤساء البلديات حاسين انه في نقص ما، ولكن هن بحاجه لاستراتيجيه عمل، وهيدا هو الهدف الاساسي من كل هالشيء بالتعاون مع المجلس الوطني. المجلس الوطني للسلامه المروريه اليوم شغلته انه يحط استراتيجيه وخطه عمل لمعايير السلامه المروريه بكل منطقه بكل بلديه وبكل مدرسه. وقت اللي قررنا نعمله قلنا ما بدنا نعمل مؤتمر لنعمل، بدنا مؤتمر يكون هادف ويبلش العمل بس يخلص المؤتمر. وللحقيقة مثل ما سبق وقلت بكلمتي بلشنا بالعمل قبل المؤتمر. نحن بلشنا بورشات تدريبية بأربع مدارس، اثنين خاصة واثنين رسمية. طبعا الورشات التدريبية رح يقوم فيها المجلس الوطني للسلامة المرورية لأنه هني أرباب وأصحاب الاختصاص، ولكن نحن المبادرة من عنا، التمويل من عنا بدعم من وزارة الشؤون الاجتماعية. وبدي أقول إنه هو الورشات التدريبية حيمتدوا تقريبا بين الأربع والخمسة شهور، يشملوا كل أطياف المدرسة بدءا من شوفرية الباصات، تجهيز الباصات، الأساتذة، الإدارة، التلاميذ، ورح نجرب نخلق بكل مدرسة نادي من الطلاب للسلامة المرورية لتكون هن شغلتهم مراقبة معايير السلامة المرورية ضمن المدرسة ولا يقوموا بنشاطات ضمن هالثقافة. هيك وهيك نحن بنكون مش بس اشتغلنا على السلامة المرورية ولكن اشتغلنا على بناء شخصية هالولد وعلى حسه على مسؤوليته تجاه مجتمعه على بكير. وتصور بهالعمر هيدا بيقدروا يتأثروا أكثر من غيرهم، وبنكون عم نبني لجيل مستقبل أفضل بكثير من يلي نحن عم نعيشه. يعني طلعنا على كافة الشروحات التقنية حول السلامة المرورية، أكيد هذا موضوع كتير كبير، يعني وقف عداد القتل على الطرقات هذا طموحنا كلنا سوا، ولكن هذا يعني بكل دول العالم في حوادث على الطرقات، ما بدنا نكون ظالمين ونقول إنه نحن مقصرين، نحن عم نقوم بكل ما هو مطلوب منا على الطرقات. وزارة الأشغال العامة مشكورة كمان عم تقوم بمطلوب منا، قوى الأمن الداخلي عم تقوم بالمطلوب، ولكن أكيد في ثغرات كتيرة، في أمور كتيرة بدها معالجة، هذا يلي عم نشتغل عليه، هذا يلي عم نعالجه. أول شيء طبعاً الجدوى من هيدي الورشة هي مثل ما حكينا الخروج بتوصيات، ونحاول تكون توصيات أكثر عملية وتطبيقاً. ونحن طبعاً بالتعاون مع سوشيال واي اللي عملناه إنه شبكنا مع مدرستين خصوصية، مدرستين حكومية هن، لحتى يتم تطبيق جزء من التوصيات المتعلقة بالسلامة المرورية وتربية الأطفال والجيل الصاعد على السلامة المرورية سواء على الطرقات أو من خلال الحافلات، لأنه بعتقد نحن الكل صار عنده قناعة أنه بدء الإصلاح إذا ما قدرنا عم نعمله من القمة فنحاول نعمله من الجيل الصاعد، فنصلح الجيل ليصلح المستقبل. طبعا بصلب يعني قانون تنظيم الهندسه في شقين، هو الشق المهني والشق الاجتماعي. نحن طبعا اعطينا الشق الاجتماعي جزء معين من نشاطاتنا. موضوع اليوم المؤتمر عن السلامه المروريه، طبعا نحن بنقدم خلينا نقول التوعيه والثقافه بهالموضوع، وعم نساعد من ناحية التنفيذية كمان بهالموضوع. نحن اليوم نحن وجمعية سوشيال واي
عم نحضر الممرات الآمنة للدراجات النارية بين مدينتي طرابلس والميناء، وهيدي النقابة عم تقدم للدراسة منها هي. يعني في مستويين، في مستوى المواطن اللي هو لازم يطبق سلوكيات، يعني يعتمد سلوكيات خاصة بالسلامة المرورية، وهيدا أكيد كل شخص واعي ويعني توصل له المعرفة ممكن أنه يطبقها. عندنا المستوى الثاني اللي هو مستوى المؤسسات المسؤولة والإدارات الحكومية والبلديات بشكل خاص والمدارس وغيرها، اللي هي مسؤولة على أنه تأمن الأرضية اللازمة من شأن السلوك الآمن. يعني وقت اللي بيكون في طرقات مرتبة وفيها إشارات مرورية وفيها لافتات وفيها تحديد للسرعة وإلى آخره، بصير المواطن يعرف إنه هون عنده واجبات، وبصير ساعتها نقدر نعمل له مساءلة من شان نشوف إذا كان عم يحترم هالإشارات اللي نحن وضعناها ولا لا. هو الأهمية لهذا المؤتمر هو كيف نربط بين المؤسسات التربوية والمؤسسات الأهلية مع الدوائر الرسمية لتطبيق كل النظريات القائمة على أهمية السلامة المرورية، إذ لا يجوز أن تكون المدارس في مكان والدوائر الرسمية في مكان. هناك تكامل بين اثنين، لأنه أهمية التعليم قائمة في ربط المدرسة بالبيئة والمحيط الذي تعيش فيه. يمكن أهمية هالمؤتمر بتصب أنه التلميذ عم يوعى دوره كمواطن لحتى يساهم بنقاء مجتمعه وبتطور مجتمعه باتجاه سلامة الإنسان، سواء بالسلامة المرورية أو بغير السلامة المرورية. يمكن البعد التربوي بأنه الإنسان يلعب دوره ويلعب واجبه هو الأهم بهذا المؤتمر وانعكاسه على الطلاب. بختام هالحلقة طبعا تمنياتي لكم بقضاء أوقات سعيدة، ودايما يكون في احتفالات تجمعنا على المحبة والوحدة الوطنية والعيش الواحد. كان معكم من شمال لبنان منزل المرعبي، أما تصوير لأنيس سليمان، وإلى اللقاء.